تتميز جمهورية بورياتيا الواقعة في سيبيريا بغابات التايغا الكثيفة والمروج الجبلية والسهول المزهرة التي لا حدود لها، كما تكثر في هذه المنطقة ينابيع المياه المعدنية بصفاتها العلاجية النادرة. تقول الأسطورة أن أيلاً أصابه صياد استطاع الهرب، لكن تتبع الصياد أثره ووجده يبلل قدمه المصابة بماء النبع، وأقام بجوار النبع أياما حتى شفي الجرح، ثم انتشر الخبر وعرف النبع بالشافي أو أرشان بلغة البوريات. أرشان تعني الماء الشافي. وادي تونكا معروف بينابيعه المعدنية، وهي باردة كهذا الماء، حرارته 10 درجات تحت الصفر صيفا، أو دافئة مشبعة بالميزات العلاجية. ماء أرشان مفيد للجهاز الهضمي والجهاز العصبي، والاستحمام فيه مفيد للجهاز الحركي. يجب شرب الماء قبل الطعام بنصف ساعة. يأتي الناس إلى هذا المكان صيفا ليملأوا ما لديهم من أوان، لكن يفضل عدم حفظ الماء أكثر من 10 أيام، يحافظ خلالها على ميزاته العلاجية. المكان مقدس لدى السكان، يربطون فيه الشرائط الملونة على الأغصان ويرمون القطع النقدية في الماء. والنبع هنا ليس وحيدا، بل ينابيع عديدة مختلفة الميزات ترفد نهر كينغيرغا الذي يرسم ماؤه العاشق للحجر لوحات أسطورية. هنا ينبوع يعالج ماؤه العيون، وغير بعيد يختلط الجديد بالبخار. يصل عدد زوارنا إلى 1500 شخص في اليوم. حفر البئر عام 88 بعمق 1100 متر. ماؤه مفيد لعلاج الأمراض الجلدية والعظمية. برد سيبيريا الذي يغطي جبال ووديان مساحات شاسعة كأراضي بورياتيا يحث على البحث عن ماء دافئ ينقل المرأة إلى عالم آخر وإن لحين. منطقة البيكال غنية بينابيع المياه المعدنية، لكن كلها باردة، لذلك حفروا الآبار للتنعم بالمياه الحارة. راد شكي، روسيا اليوم.